عروضين للبيع في فترة التحويلات الصيفية الحالية. أفادت تقارير إعلامية أن نادي ويست هام الإنجليزي طلب رسميا خدمات الدولي الجزائري سفير تايدر. موقع فوت أفريك أكد الأربعاء أن إدارة الهامرز حضرت عرضا ب3 ملايين يورو من أجل الحصول على اللاعب الجزائري، علما أن النادي الإنجليزي يصر على انتداب تايدر منذ الموسم الماضي وكان قريبا من ضمه في الميركاتو الشتوي. إدارة النيراتزوري كانت قد استخدمت الفرنسي يام فيلا من روبن كازان الروسي، ما سيعجل بخروج وسط ميدان الخضر من النادي هذا الصيف. وجهة اللاعب السابق لبولونيا تبقى غير معروفة للوقت الحالي، وقد تتضح بنسبة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.